حلقتنا النهارده فيها اخبار كتير وتفاصيل كتير، خلونا نبدا مع العناوين. استعدادات قويه لمنتخب الطائره قبل البحر المتوسط. امم افريقيا لكره اليد على صلتي اكتوبر وحسن مصطفى. أداء جيد للأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية لكرة اليد. منتخب الجودو يواصل استعداداته للبطولة الإفريقية. منتخب الملاكمة يودع بطولة العالم للسيدات مبكراً. ختام ناجح لبطولة كأس العرب للدراجات في القاهرة. استعدادات قوية لمنتخب التجديف قبل المشاركة في كأس العالم. تاريخ عظيم ينتظر الأوزبكية أوكسانا في باريس 24. البعثة الصينية تستعد للأولمبياد باريس بمعسكرات في الإمارات.